السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. قاطع ابن سارق ابن ظالم، هكذا كان اسمه، رجل من الأزد، من أزد عمان. قيل أنه هو قومه كانوا من الأعاجم وانتسبوا لأزد عمان. وفد هو وقومه على النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام، وكان رضي الله عنه طويلا جسيما ذا جمال وفصاحة لسان. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ما رآه منه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا قاطع بن سارق بن ظالم، الملك بن الملك، ابن الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت أبو صفرة، دع عنك سارقا وظالما. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله حقا حقا. والله يا رسول الله، إن لي 18 ذكرا، يعني لي 18 ولد ذكر، ولي بنتا واحدة سميتها صفرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت أبو صفرة. فأصبح بعد ذلك يعرف بأبي صفرة رضي الله عنه. وقيل أنه ارتد هو وقومه عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا إلى الإسلام وتابوا وحسن إسلامهم. وفد في يوم من الأيام على عمر رضي الله عنه، وكان معه 10 من أبنائه. فأخذ عمر رضي الله عنه يتفرس في أبنائه، فنظر في أحدهم وقال: هذا سيد ولدك. وكان المهلب رضي الله عنه، المهلب بن أبي صفرة، الأمير المشهور، هذا الصحابي أبو صفرة هو والد المهلب رضي الله عنه. وفد في يوم من الأيام على عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه، وطلب منه عطاء فأعطاه. ثم قيل لعثمان أن هذا أقلف، يعني لم يختتن، فناداه فقال: أولم تتطهر؟ قال: والله إني أفعل ذلك 5 مرات في اليوم. قال: ما عن هذا سألتك، وإنما سألتك هل اختتنت؟ قال: والله لا. فأمر به أن يختن. وفي ذلك يقول زياد بن الأعجم: اختتن القوم بعدما شمطوا. شمطوا يعني الأشيمط هو الذي يخالط لحيته الشيب، يعني رجل تعدى 40. يقول: اختتن القوم بعدما شمطوا، واستعربوا بعد إذ هم عجم. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقنا وإياكم بركب الصالحين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.